وأبدأ معك دكتور محمد، إلى ما يهدف نتنياهو بصب الزيت بالفعل على النار في هذه المنطقة المأزومة؟ مساء الخير وعلى ضيوف حضرتك الكرام. في الحقيقة طبعا الهدف الذي يسعى إليه نتنياهو هو هدف واضح، هو هدف يتعلق بمستقبله السياسي، وهو يعني أدار أو حاول أن يدير منذ أن بدأ العدوان الجاري على قطاع غزة، يعني يحاول أن ينتقل من مسألة الإفلات من لحظة الحساب السياسي يعني إلى محاولة إطالة حياته السياسية. وللأسف هو هنا يعتمد على مجموعة من يعني الأدوات، أولا إطالة أمد الصراع وإطالة أمد العدوان، وهذا كان واضحا من خلال التهرب من أو محاولة إفشال كل محادثات أو المفاوضات الجارية بشأن الخروج أو إنهاء العدوان الجاري على قطاع غزة أو الوصول إلى اتفاق بشأن المحتجزين. في كل مرة عندما كانت تقترب المفاوضات من الوصول إلى تحقيق الهدف بالجهد الضخم الذي بذلته الدولة المصرية بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، في كل مرة كان يتجه نتنياهو إلى إفشال هذه المحادثات من خلال افتعال بعض الأزمات أو وضع شروط جديدة أو إلى آخره من التكتيكات التي اتبعها. في نفس الوقت هو يحاول إطالة أمد الصراع في المنطقة أو توسيع رقعة الصراع من خلال تسخين جبهات أخرى، حدث هذا من خلال الدخول في مواجهات مع حزب الله، من خلال أيضا يعني الدخول في مواجهات مع جماعة الحوثي في اليمن، ومن خلال يعني محاولة افتعال أزمات أيضا مع دول أخرى مثل إيران. فهذا الهدف المجمل واضح، هو أن نتنياهو يريد إطالة يعني أمد حياته السياسية داخل إسرائيل من خلال توصيل رسالة للمجتمع وللقوى السياسية في إسرائيل بأنه هو وحده فقط القادر على التعامل مع ما يعتبره من تهديدات، أو في الحقيقة مع ما يختلقه من مصادر تهديد للأمن الإسرائيلي ولأمن المجتمع داخل إسرائيل. هذه مسألة واضحة، وهو يستغل البيئة السياسية الهشة داخل إسرائيل، يستغل البيئة الهشة أيضا حتى على مستوى الإقليم بالنظر إلى وجود بعض المشكلات المختلفة في الإقليم.